عتيق سامي، مسؤول شركة لوكو فريت، شركة ديال النقل والشحن الدولي. جينا اليوم لمدينة الناظور من أجل شرح وتبسيط مقتضيات القانون 24/09 اللي كينص على حماية المستهلك في المغرب، وحاولنا بدورنا كشركة لوكو فريت أننا نبينوا المساطر اللي كيعمل بها هذا القانون، خصوصا اللي غادي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 ابريل. فمن اجل تقديم اللبس الواضح عند بعض المستوردين المغاربه، وكذلك شرح مقتضيات القانون بطريقه سلسه ولينه حتى يتسنى الجميع ياخذ البادره ويبداو ليزامبورطاسيون ديالهم باذن الله. شرح مقتضيات القانون بشكل عام، ونشوفوا شنو هما الاهداف الموخات من هذا القانون، علاش دار هذا القانون، وعلاش غادي يطبق ان شاء الله عند واحد المرحله تدريجيه من 1 فبراير الى 19 ابريل. وغادي نشوفوا شنو هما السلع اللي داخله في هذا الكونترول، وكيفاش كيتم الكونترول، وكذلك الأثمنة ديال هاد الكونترول اللي كيدار على برا بإذن الله. القانون هو 24/09، كيتعلق بالسلامة والجودة ديال المنتوجات المصنعة. فخليني نقول لكم بأن المينيستير ديال الاندستري كتكلف بالمنتوجات المصنعة، لونسا كتكلف بالمنتوجات الغذائية، ووزارة الصحة كتكلف بالمنتوجات الصيدلية، وكاين لانيختي اللي موجودة في الرباط اللي كتكلف بالسمع البصري. هذا القانون هذا صادق عليه في 2013، وغادي يخرج حيث التفعيل ابتداء لا كومينيكاسيون، يعني الناس علمونا بهذا القانون نهار 16 ديسمبر 2019، وعطونا واحد المرحله ما بين 1 فبراير الى 19 ابريل. هذه المرحلة هذه كتقول على أساس أن أي سلعة جاءت ابتداء من 1 فبراير فهي كتدخل حيز التفعيل. شنو هما الأهداف المؤخاة من هذا القانون؟ أولا قلنا l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits. Comme nous faisons, من الجودة ديال المنتوجات. وكي قلت لكم لبسية المعروفة المتعارف عليها، لبسية لنا تغير الاسم ديالها، لكن لبسية المتعارف عليها كانت كونترولي الحوايج اللي مصنعين. يعني اي حاجه تصنعت فالوزاره الوصيه عليها هي لبسيه، وكنحميو المستهلك، وكنحميو المناخ. باش كنحميو المستهلك؟ كنحميو المستهلك اننا كنعطيو جوده عاليه، وكنعطيو شي حاجه اللي ما تضرنوش وما تتغشوش. وخصوصا هذا القانون غادي يسهل المساطير، هذا معنا اكيد حاضرين لي ترانزيتور، نتمنى انهم يتفاعلوا معنا ايجابيا، اعطونا الاقتراحات ديالهم، انهم فاعلين في هذا الميدان هذا. فقلنا غادي تسهل المساطير ديال
ديال الديدوالمون في المرصع، يعني ما غيبقاش يعني بعض المجموعه ديال المنتوجات غتولي اون سيغتان فاسيليتي دو ديدوالمون، يعني ما غيبقاوش بعض المنتوجات اننا كنديروا لهم نفس الكونترول اللي كان كيدار في السابق. ف الدولة او المينيستر تعاقدت مع ثلاثة المكاتب اللي هي معروفة عالميا وعندها مصداقية في العالم ككل، تعاقدت مع ثلاث شركات. هذه الشركات هي بيو فيريتاس وكيف رينولد وابليس فومينتو. هذه الشركات عندها مقرات موجودة في المغرب، وكنظن ان الناس اللي حضروا الاجتماع في الغرفه راه كانوا ممثلين عن هاد الشركات. فهاد الشركات هما اللي كيتكلفوا محل، يعني في بلاصه لي زاجون ديال الامسيا هما اللي غيبقاو يتكلفوا بالكونترول دو كاليتي. فالقانون قسم لينا المنتوجات، هناك منتوجات اللي كتراقب في الحدود المغربيه ومنتوجات كتراقب عند الفورنيسور الاوريجين. نبدا بالمنتوجات اللي كتراقب في المغرب، منها لي بياس دو روشوش طوموبيل، وكاين لي بنو لي باتري كارنيتور دو فرا فيتراج، كاينين لي برودوي دو كونستركسيون يعني الزليج والسيمان ويتانشيتي، وكاين لي زاباي اغاز داك الشوفاج اغاز، كاين دي ماتيريو اوسي دو كونستركسيون بحال لي فيل و فير ا بيتون et autres articles. Articles d'habillement, voilà qui est. Donc le lips, lips, les vêtements de travail, madame Lynch, le contrôle aux frontières, madame Lynch. Alors, le chouïs, tout le monde, les tissus, l'habillement, le pré-apporté, tout le monde, le chouïs. هاد القانون اكسيبسيون دارت لهادوك لي فيتمون دو طرافو بحال لي كارت بحال دوك لي بدوز، هادوك ما داخلينش. كاين لي طابي لي روكيت لي تيسيو دابلومون دابلومون اي لي كوش دو بيبي. هاد المنتوجات كتنطق في المغرب، شكون اللي كيراقبها؟ كيراقبوا هذوك المكاتب مواجهة مع المينيستير، مع الوزارة اللي هي كنقول نسميوها حنا يعني باش نسهلوا لونغاج هي اللي مزيان. هادو كيتكونترولاو هنا في المغرب، وكيتكونترولاو من طرف هادوك الشركات اللي تعاقدت معاهم الوزارة، كيتكونترولاو في المغرب. نعطيكم الطريقة ديال الكونترول. أنا عندي منتوج من دوك المنتوجات اللي قلنا، مثلا لي بنو، ياك غادي نجبد سيغتو السيراميك، إن فيها واحد ليكسيبسيون بغيت نذكرها. بغيت نجيب سيراميك، المعروف أن الناس اللي كيديروا السيراميك إلا جات أول مرة من عند المصنع ضروري يمشي للابوراتوار ويدير تيست داناليز على هذاك الزليج، كيخرج واحد الريزولتا. هذاك لو رابور سيلي كونفورم إلي فالابل 3 موا. إلا كانت هذيك السلعة كونفورم موافقة لي نورم ماروكان، هذاك المصنع إلا كتجيب منه نفس السلعة لمدة ثلاثة أشهر
ما تمشيش لابوراتوار. ففرض مشى يجيب الزليج، الوغ كيدير واحد دوموند اكسبيديسيون، كيمشي لعند الفورنيسور ديالو يقول له الله يخليك انا بغيت قدا قدا ديال السلعه. كيجيب السلعه وباش يخلصو خصو لونكاجمون ياك الاخوة. واللي شي نقطة ما واضحاش نوقف عليها ونعاودها الله يجازيكم بخير. أي واحد يقدر يوقفني نعاود النقطة ويتقدا قدا ديال السلعة. غادي نصوب لونكاجمون صافي لي صيفط ليه 30% ولا 100% إلا كانت ما كتعداش 200,000 درهم. فغادي نصوب لونكاجمون وغيصيفط له الفلوس وغتجي السلعة وغتوصل للحدود المغربية. غادي يعطي الأوراق ترانزيتير ديالو والترانزيتير غادي يدير لا ديكلاراسيون ديالو. غادي يصوب بزاف د الحوايج ما بقيناش تنلمسوهم مع إدارة الجمارك. كلشي كيدوز في السيستم عبر بوابة بورت نت. ومعلومة بين قوسين ربما لا يخفى عليه شيء، بالنسبة لبوغ ديليفري، البوغ ديليفري ما غيبقاش من الموز، غيولي يدوز عبر بوابة بورنت مباشرة لعند الديوان كتشوفو، أوفيس دي سونج تشوفو، يعني الناس المعنيين كلهم كيشوفو على طريق بوابة بورنت، يعني كندير لا ديكلاراسيون ديالي وكتجوانيا في البورنت. وهنا الوزارة هي اللي كتحدد لنا شكون اللي غيدير المراقبة، لأن هي من ذات اللي عقدات مع هاد ولا تيوب. فالوزارة عبر البوابة يعني السيستم ديال بوخنات كيطلع لنا شكون هو الشركة أو المكتب ديال المراقبة المسؤول على هذيك لونجاجمون على هذيك لا ديكلاراسيون وكي كونتروليها. والكونترول ديالهم شنو هو؟ اش كيفيريفيو هاد الناس؟ لان تا هما عندهم راكسي البوابه كيديروا واحد كونترول ديال لي دوكيومون، اليس دو كوليزاج، سيرتيفيكا دوريجين، الى عندك شي سيرتيفيكا كونفورميتي كيسيت عليك الفورنيسور دائما مزيان، دونك كيدير واحد تنقيه ديال هذوك الوثائق اللي عندك. وعلى حسب هذا الكونترول ديال لي دوكيومون اللي دار كيقدر يديسيدي واش تمشي السلعه لي زاناليز او لا. مفهوم الاخوان؟ قلنا الى عنده سيرتيفيكا دو كونفورميتي يعني الملف ديالو كيكون مدعم، فبالتالي سواء ان هذيك السلعه قلت لكم كدار لها اون فيزيت دوانيير خصها تمشي ودار لها فيزيت دوانيير، سواء انها كيعطيها كونفور والسلعه تخرج مباشره. يعني اليوم شنو اللي تبدل هذا المنتوج؟ اللي تبدل هو ان الاعوان ديال الوزاره ديال النفسيه ماشي هما اللي ولاو تيديروا الكونترول، ولاو الشركات اللي تعاقدت معاهم الوزاره هما اللي تيديروا الكونترول. كي قلنا تيديروا الكونترول ديال لي دوكيومون، يقدر يمشي يحضر لانسبكسيون، يقدر يطلب منك لي تيست داناليز، ويقدر يطلب منك ان السلعه تمشي لابوغاتوار كاريم. مفهوم الاخوان؟ ويسير هو بغيت واش واضح بعدا هاد النقطة؟ كيتعملو كيتاخدو بخيليمون في لوكان عندنا لي زاناليز. غير ما قلتيناش لوكان ديال لا كونفور لا مارشانديز ابخي لي زاناليز خرجت كونفور اش غيوقع؟ وفي لوكا لي زاناليز خرجو نون كونفور. وفي دونك لو كونتينر خصو يرجع لفوريجين.
وبالنسبه للجوبيل ديال التريتمون هذا شحال كيتطلب الوقت؟ الوغ بالنسبه للكونترول او ماروك خصوصا بالنسبه ل 20% المده الزمنيه ما خصهاش تتعدى 48 ساعه باش يعطيك اسكيلي كونفور او با. اما لي زاناليز هذاك على حسب لابوراتوار كونسيرني. اما المكان اللي بيرو فيريتاس وغيرهم عندهم 48 ساعة خصهم يجربوا. هذا بالنسبة للمنتوجات اللي هنا. لي 20% لي 20% ميرسي بارك الله. خاصني نعرف ان هذاك المنتوج الى بغيت نجيبو للمغرب خاصها تكون عنده لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي. يعني اول مره غادي يتصل المصنع اول مره غادي يتصل المصنع عنده واحد الصوره ولا كنجيب من المصنع ديالي ديما عنده واحد الطريقه اخرى فغادي اول مره غادي يتصل المصنع فكنناقش معاه الثمن ديال البضاعه حاجه اللي بديهيه ومن بعد كنقول له واش عندك اون سيرتيفيكا دو كونفورميتي ولكن في هذه الحاله هذه باش تكون هذه السيرتيفيكا عندها القوه ديالها خاصة تكون عنده سيرتيفيكا دو كونفورميتي من عند ثلاثه المكاتب اللي اختارتهم الوزاره اما الا عنده مع اس جي اس ما غاديش يعني ما عندهاش القوه فبالتالي خاص تكون عنده لو سيرتيفيكا كونفورميتي هذاك المصنع مع هذوك الثلاثه اللي تعاقدت معاهم الوزاره ففرضا انه عنده مع فيريتاس كيشتغل مع فيريتاس غادي يتصل بيه غتقول له الله يخليك اعطيني لا فاكتور بروفورما انت باغي تسدد ليه 30% ديبوزيت ياك غادي تقول له الله يخليك اعطيني لا فاكتور بروفورما تفاكتور على الثمن زائد لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي كتاخذ هذيك لو سيرتيفيكا فيها واحد رقم تسلسلي تديرو في البورتنيت عندك وكتقدر تصيفط ليه في هذه الحاله كتتلمو الا ما عندكش لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي سي ميم با لا بين باش تحل لونجاجمون وصيفطيه 30% إذا في هذه الحالة غادي تكون تو انسيري لو نيميرو ديال هذيك لو سيرتيفيكا بحال غادي تكون تعرف الحال واش هادشي واضح دونك من المهم ومن الضروري ان قبل ما تسيفط ليه ديبوزيت ديالو وقبل ما تحل لونكاجمون خاص تكون عندك لو سيرتيفيكا والنمره ديالو دونك لا تقدر دير ديبوزيت بلونجاجمون ولكن بلا سيرتيفيكا ولكن الا درتي ديبوزيت بلونجاجمون بلا سيرتيفيكا كيف غادي تدخلها حيت خصها تكون في لونجاجمون النمره ديالها خصها تكون في لونجاجمون كاين مازال ما تصنعش راه كاين كونتراي باش يصنع لا اسمح لي انا جاي فهذا كنقول لك عنده طبعا الله يخليك انت دير العرض هو لو سيرتيفيكا دونك كتقول له انت سير سيدي قلب على واحد من هذوك المكاتب خصو يتصل بهم هو ياك الا بغيتي تعاون الفورنيسور ديالك اذا ما كيعرفش ما عمرو دار شي سيرتيفيكا كونفورميتي جامي ما عرفش الا بغيتي انت تعاونو كتمشي كتشري لي نورم ماروكان ديال هاد البرودوي اللي كتجي ولي نورم ماروكان كيجيبو بشحال هادي كتقدر تلقاهم في واحد المؤسسة كاينة في الرباط سميتها إيمانو هذا أنت بغيتي تعاون راسك باش ما تضيعش الوقت كنعطيكم دابا ما كنعطيكمش قراءة حرفية كنعطيكم لي براتيك ديال التعامل مع هذا القانون هذا ماشي الإنسان نبقاو نقراو في الهضرة ما عندنا نقراو في الهضرة خصني نوريكم لا براتيك أش هي دونك أنت اليوم غادي تقول له يتصل بواحد من هذوك المكاتب باش تعاون راسك انت وتحاول تربح الوقت
كتعطيه لي نورم ماروكان ديال هذاك لو برودوي كتسيفطهم له كتقول له شوف هذا المنتوج عندي ها هما لي نورم ديالو كتسيفطهم ليه هو ملي كيعيط لهاد الشركه الشركه اش كدير كتسيفط ليه فورميلير هو خصو يصيفط لا دوموند دابا انت اليوم الفورنيسور ديالك بغا يخدم مع فيريتاس يصيفط ليها اون دوموند كيدخل السيت ويب يقول لك انا شكون واش مصدي ولا كذا فاتي تاتا كيعمر الفورميلير يعني هذاك السعادات مشات شي مره للابراتوار وعندك لو راكور ديال لابوراتوار كتسيفطو ليهم ولا انت مثلا شركه لي سيرتيفي ايزو توا يعني شي حاجه اللي كترونفورسي هذاك التوصيل كتجعلو قوي فكيسيفطو لك هما معلومات اولا كيديروا معاك واحد الفيريفيكاسيون ديال لي دوكيومون ملي كيقبطو هما لي دوكيومون كيشوف خاص مثلا هذا المنتوج اللي انت غادي تجيبو للمغرب يقول لك اودي ما عندكش سيرتيفيكات اناليز وما عندكش لو رابور بعض الحالات كيطلبوا ان هذا المنتوج يمشي للابوراتوار وملي كيمشي هذا المنتوج اللي كتصنع عند اللابوراتوار كيشوفوا واش كيوازي المعايير ديال الجوده المغربيه ولا لا يعني لي نور ماروكو واش كيوازيها ولا لا فاذا كان كيوازيها يقولوا العوا كريم وكيعطيوه لو سيرتيفيكا ديالو كيقولوا سي برودوي اي كونفور اذا ما كانش كيعيطوا ليه واحد سميتو ميساج ان هذا لو برودوي ديالك نون كونفور لي نور ماروكو تيجوهو في هذه الحاله لابورتاتور عرف ان هذاك المنتوج قبل ما يشد الطريق يجي للمغرب انه ما غاديش يدوز يطلب لاناليز ولو رابور ديالو دونك قد ما كان الفورنيسور ديالك لا بوزيسيون ديالو قويه ان لو البرودوي يقدر يخرج كونفور يعني واش عنده لي زون واش فيه كيو تعامل مع هاد المكاتب هادو فهمتيني واش عندو استيلي سيرتيفي بار لان ديال هاد لي بيرو راه كيرونفورسي لو دوسي ديالو ترتب عليها سيري ستاري ماكازيناج اي لي ماشي دونك ما بين هاد المرحله الى هادي من لو بروميي فيفري حتى لو 20 ابريل اللي احترموا هذا بالنسبه ل 80% اللي كنجيبو لو سيرتيفيكا ا لوريجين كيدار كونترول ا لوريجين يعني هاد 80% اليوم الوزاره شنو دارت باش تخفف عليها العبء ديال الكونترول وديال لونكومبرومون اللي كاين في الميناء ففضلت ان هاد الكونترول يدار من الهيل ا لوريجين سواء في الصين او في اوروبا او 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 فانت ملي كتجيب لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي يعني المنتوج ديالك راه داز الكوبي جمدة هزيلة و البلوكاج او نيفو ديال مرسى ماروك و لا دوان لان في حسن الكونفور كيدير ترويزيام اناليز كيمشي لعند الديريكي تيطلب استعطاف انه يعاودو ليه ترويزيام اناليز يديرو ليه ترويزيام اناليز تيعطيوه هو فول ما في هاد الحالة انت اش كيوقع خلصتي سلعة السلعة ديالك خلصتيها بفات انك جبتي الاوراق من البنكة هادوك الثمن ديال ديك البضاعة ترسل لهذاك المصنع ديالك وغادي وغنشير للذكر خصوصا للناس ديال الصين اليوم الناس ديال الصين عندهم وصمة عار انك تردلو شي حاجة وربما كاين في بعض الحالات كيبلهاش منك فاليوم كتلقى راسك انك جبتي سلعة خلصتيها ومشيت للابوراتوار وخرجت نو كونفور ضيعتي الفلوس هذيك السلعه اولا انت مجبر انك تردها وباش تردها خصك تدخل الفلوس لان لوفيس دو شونج كيتسنى فيك الا ما جبتيش اتيستاسيون من البنكة دو نو ترونسفير دو دوفيز بان هذوك الفلوس راه ما خرجوش راه ما يخليوكش ترد السلعه كانك تقول للديوان ها السلعه عندي جيب الفلوس دخلهم للبلاد وكيف يعقل انك انت الفلوس خلصتي على هذاك المصنع غيردهم لي خصوصا الصينيين صعيب مغربي وبالتالي كيلقى راسو مبلوكي في بعض الحالات اش تيدير الزبون كيدز لوفيس دو شونج ان هذوك الفلوس خصهم يدخلوا
دونك هذا الاجراء هذا فهو كيحمي لابورتاتور. قلنا بالنسبه ل 20% اللي كتكونترولا في المغرب واللي السيستم هو اللي كيطلعها وكيختار واش هيريتاج ولا ا بلوس ولا تيف، كتخلصوا 350 درهم اوف تاكس. اون فوا كتطلع لك في السيستم، هادشي كيعرفوه لي ترونزيتور، كيطلع في السيستم شكون هي، شكون هو المكتب المسؤول على الكونترول، الكليان خصو يخلص 350 درهم سواء التليفون ولا التابلت، المهم عندو بزاف لي مويان. كتخلص 350 درهم اوف تاكس، هذا ديالاش ديال الكونترول. وبالنسبة للناس اللي خصها تجي لو سيرتيفيكا من لوريجين، كاين عندنا بزاف ديال الحالات. الحالة الأولى اللي سموها هما الطريق أ، هذيك الطريق أ كتخلص 0.5. علاش داروا فوق؟ باش ما تخلصش الناس كيجيو كوتي تريك، مايمكنش تخلص 0.45 من الفوق. شكون هذا اللي راهو طأ؟ وباش نعرف راسي انا غادي نخلص 45 ولا شي حاجه اخرى. هاد لاغوت ا بالنسبه شركه الصين ما عمرها تعاقدت مع شي مكتب من دوك المكاتب الثلاث. اي ني با اونجيستري، ما مسجلاش عندهم، ما تيعرفوهاش. لان دابا خصو تعرفوا واحد المساله مهمه، ان بورتاتور حتى هي كيدخلها من بينها الاسم ديالك، اسم الشركة، لافورم جوريديك ديالها، لادريس، تليفون، ليميل، وخصوصا لي سي او. فهاد الشركة اللي ما عمرها تعاقدت مع اي مكتب سواء فيريتاس ولا ابليس ولا تيل، كتقام عليك ب 0.45% من لافالور ديال السلعة. واضح الاخوان، هذه مهمة تفهموها. صافي ديال الواحد إلا كان كيخدم مع شي مصنع فايتلو تعامل مع هاد المكاتب، المسألة كتكون غادي دينا لا غوت بي أوليو 0.45 غادي يخلص غير 0.40. هاد لا غوت بي كتقول بأن هاد الشركة إلي أونغوجيستري مسجلة. صافي ديال كو واحد النهار سيطرنا لا دوموند ديالهم اننا نكونتروليو شي برودوي ديالهم. يعني لو فات ان السيستم ديال هاد المكاتب مسجل هاد الشركة فكيحيد لا روت بي، ولكن على اساس ان ما تعداش 2500 دولار. وما يمكنش اللي عنده كالكولاتريس يجبدها، جبتوا لي كالكولاتريس ديروا 100,000 دولار ضربها 0.45 غتعطيك 450 دولار. هذه بالنسبة لغوت أ، ولغوت بي 400 دولار. إذا السلعة ديالك كتسوى 100,000 دولار، 100,000 دولار، ولكن خاص لو مينيموم ما يكونش، يعني أقل قيمة تقدر تخلص هي 315 وأكثر هي 2500. في الحالة الثانية الطريق بي 300 دولار واقصاها 2500 دولار. واضحه هذه الاخوة؟ قالوا لي بان لا غوت ا ولا لا غوت بي ولا لا غوت سي ما يمكنش تدوز ديريكتومون للبي ولا السي، واخا لو فورنيسور ديالك ديجا عنده ان انغوجيسترومون بيرو فيريتاس. سافو دير هذا الشيء بانه خصو يبدا من ا ديما. أيوة. لانه هو ما دارش لا نورم ماروكان. لا نورم ماروكان خصو يبدا من ا برافو. يمكن شي شهرين ولا ثلاث شهور ولا 10 دي زوبيراسيون عاد تبيع عاد تمشي للسي. برافو عليك. هادشي اللي قالوا لنا ما هي خو لي نورم ماروكان هادشي جديد عليهم. دوز البي وباش دوز السي خاص تكون هذاك المصنع يكون سيرتيفي من واحد هذوك المكاتب الشركات الكبار السيستم كامل تقريبا في المغرب. ولينا ربما كان ما جدد عليهم. فهذا
هذه هي لا طاريفيكاسيون وما دخلش فيها. ولا نقول لك واحد المساله خصكم تسالوها. لا هذا غادي نشرح، هذا غادي نشرح، هذا عاد مدخول، مدخول ديال الكومبيوتر تمام. ارحل باي باي. هذيك الورقه باش اولا نجاوبوا على الاسئله والمطالب، غادا تقرش في واحد البيان اللي غادي نخرجوا به من خلال هذا اللقاء هذا ديالنا. فقلنا يقدر يعاود يدير واحد الانسبكسيون جديده ما داخلاش، يقدر مثلا او مومون دو شارجمون ديال السلعه بحال دابا هو مشى خدا لي شونتيون، ومن بعد ملي خدا لي شونتيون مشى لابوراتوار، ومشى لابوراتوار خرجوا لي ريزولطا هاد البرودوي هذا إلي كونفورم أو نور ماروكان. انتبهوا مزيان الله يجازيكم بخير، انتبهوا أي كلمة كنقولها راه مهمة الله يخليكم انتبهوا. فقلت بأن خدينا البرودوي درنا ليه لانسبكسيون، ثانية ريزولطا داناليز قال لنا كونفورم أو نور ماروكان باركم سوا، والثالثة يقدر يسيفت لا باش من واحد ما يقولش 450 ماشي شي حاجة، لا كاينين تبعات، وهاد التبعات على حسب اولا قلت لكم لا طاي ديال المصنع. الله يخليكم الله يخليكم، كنقول هاد التبعات على حسب لا طاي ديال المصنع وعلى حسب واش سيرتيفي ايزو ولا لا. راه يعني السلطه التقديريه كتبقى المكتب، واضح الاخوان. فقلنا الطاريفيكاسيون ما تتوقفش على هذا الشيء، كاين دي طاريف اخرين تيتزادوا على هذا الشيء. فمثلا طلب منك اسمعوا مزيان، الله يخليكم الله يخليكم، قلنا لو نورمال اللي غادي يطلب منك لاناليز ديال السلعه، فعرف ان هذاك لو تيست يعني لو رابور اللي يخرج ليه لابوراتوار، السلعه دار لابوراتوار خرجوا ليه لي زاناليز، دوك لي زاناليز كونفورم نورمال مزيان. هذاك لو تيست ولو رابور اللي خرج اللي فارابل من عام حتى ثلاث سنين، يعني هذه الحاله تتوقع مره واحده، مره واحده في العام وتقدر تمشي حتى ثلاث سنين. فالمدة أقلها عام وأكثرها ثلاث سنوات، واضح الإخوان هذه النقطة. فنتمنى من الحضور خصوصا التفاعل ديالكم، تسجيل ملاحظات ديالكم والأسئلة ديالكم هي اللي غدا تنمي هذا اللقاء هذا وتعطيه جاذبية أكثر. فالله يخليكم سجلوا المعلومات ديالكم، وكنشكركم على الانتباه ديالكم، وغادي نعطي الكلمة لأخي وحبيبي والصديق ديالي خالد نيبو.